حصلت مصر على جائزة أفضل صفقة سندات حكومية في أفريقيا لعام 2024 لإصدارها سندات الباندا المستدامة بقيمة 3.5 مليار يوان صيني أو ما يعادل 478.7 مليون دولار. جاء ذلك في حفل توزيع جوائز أسواق رأس المال للسندات والقروض والحوكمة البينية والاجتماعية والحوكمة في أفريقيا لعام 2024. ذكر موقع الاتحاد الإفريقي أن مصر أصبحت أول دولة إفريقية تصدر بنجاح سندات الباندا والتي صدرت في أكتوبر 2023. وقدم بنك التنمية الإفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمانات ائتمانية جزئية لدعم الإصدار. We'll be right back.